اللهم صل على محمد وآل محمد. حي الله السيد أبو أحمد. حي الله السيد شهاب. باشة اللولة سعر الرأس بيش 30,000 ب30,000 دينار. افتح الخبز قول يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صيني أم العراوي ضوض ضاع اللسان ضاع النظافة باوة تذوق. احسن ليمون احسن باوة اليهود يبلش اضرب من هاجر بير منبار بحر المنبار مقلي وراح نوصلك على المشاهي بالبث احلى باكه من باكه اللؤلؤه وحلاوتكم كثير واو الكروت والمدارات المخ واهم كروت ومنابير كل هاي الصينيه ب30,000 دينار باوع 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 باع التراعين باكه لؤلؤه من باكه اسم على مسمى اللؤلؤه حي الله المعاميل من باجت اللؤلؤه راح اراويكم الجدر باوع كله باجه مال غنم وعندهم فراسم مال عجل هاي باجت اللؤلؤه وهاي كراعين وهاي النفرات صب من هذا السوق سوق كاسه من هذا السوق روح باوع شلون يشرب وهذا الدهن عاشت ايدك باوع من باكر اللؤلؤه حي الله السيد ابو احمد منور سيدنا اجعل الله رزقك عيوني من باكر اللؤلؤه عيوني اريد ان معهم فراسم مال عجل من باكر اللؤلؤه